لهم ضد الرجالة، ولكن أشباه الرجال هم ضحايا نساء ولا ضحايا بقيتهم؟ ومكملين السيزون بتاعنا عشان نحلل أشباه الرجال. الطلاق، الطلاق هو الطلاق التقليدي اللي كلنا عارفينه، هو انفصال زوجين عن بعض بعد ما تكون الحياة وصلت بينهم لطريق مسدود. لكن موضوعنا النهاردة هو الطلاق الصامت، ده مفهوم دارج ومفهوم مختلف عن الطلاق التقليدي اللي كلنا عارفينه. الطلاق الصامت بيوصل لمرحلة ان الزوجين وصلوا لطريق مسدود في التفاهم، فبيقرروا ان هم يكملوا تحت سقف واحد مع انفصال كل منهم عن الاخر بشكل جزئي او بشكل كلي. واللي بيتقال عن الطلاق الصامت ان هو بيكون لمصلحة الابناء. النهاردة نرحب بضيفنا دكتور إبراهيم هيكل، استشاري العلاقات الإنسانية والصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دينا، منورنا. منور الدنيا. موضوعنا النهاردة شائك جدا وصعب وموجود وموجود كتير قوي. هو فعلا موجود على الأرض الواقع، وطبعا كلنا عارفين أن الضحية بيبقى الأولاد، والزوج والزوجة ما يعرفوش أن هم كمان ضحية القرار ده. في البداية كده عايزين نعرف الطلاق الصامت ايه اسبابه، او ايه بتكون اسبابه، او ايه اللي بيوصل الزوجين ان هم يوصلوا لمرحله الطلاق الصامت. خلينا دايما نقول ان الزواج المتعارف عليه في كل الشرائع السماويه هو الموده والرحمه بين طرفين، والسكن اتنين اتفقوا مع بعض وحطوا ما بينهم وبين بعض كلمه ووعد وشرف، وراحوا عند مأذون وقعدوا مع بعض واتفقوا ان الحياه تكمل بهذه الطريقة الشرعية الجميلة بمرضي الله، واتفقوا ان هم يكملوا حياتهم بالسكن والمودة والرحمة اللي قلنا عليها. حلو. وفي ما بينهم وبين بعض مشاعر وجدان ومحبة وروح جميلة بتحصل ما بينهم من اول يوم في الزواج لحد ما في خلل ما بيحصل، ويبدأ الكيرف بتاعهم بينزل ويبدأ مرحلة الطلاق الصامت، او ما يعرف بانتهاء الزواج بس الطريقة غير رسمية. تمام؟ أوكي. يعني هم قاعدين مع بعض في البيت والزواج يعتبر انتهى عشان أسباب كتير جدا. من ضمن الأسباب دي شكلهم قدام المجتمع، قدام باباها، قدام مامتها، قدام جيرانها، هي الناس مش حابة ان يبدأ يبقى شبح الطلاق بالنسبة لها، المظهر الاجتماعي حاجة بالنسبة لها مخيفة او هو مرعب. بيكمل شكله الاجتماعي وهي بتكمل شكلها الاجتماعي. بالظبط. تمام. فده بيؤدي الى هذه المرحله. بس احنا عايزين نقول بقى ايه اللي خلاهم يوصلوا للمرحله دي. يعني مثلا ايه؟ مثلا اول حاجه دايما بنقول عن فكره المشاعر، ان انا لو انا عندي مشاعر انا لازم اخرجها، لازم اطلعها. انا زعلان لازم اقول انا زعلان، انا محتاج وراها حاجه، لازم نخلي بالنا سواء من ولادنا او مني انا شخصيا، لما يجي انا ابقى قاعد كده مع نفسي ويبقى في احتياج معين لحاجه معينه من المشاعر لازم اتكلم عنها. انا بحب مع الطرف التاني، لازم اطلع واقعد ونتكلم مع بعض. لغه الحوار، السكوت والصمت بين الطرفين وعدم تفريغ المشاعر بين الطرفين، حتى لو انا هزعق او هغضب واحنا الاثنين نتحمل بعض بس نطلع ونفرغ، ده مش موجود. فيفضلوا هما الاثنين يخزن تراكمات. انا اخزن، انت تخزني، انا اخزن، لحد ما يقفوا في مرحله خلاص انا مش عايز، مش قادرين يكمل، بس مش هكمل ازاي. فيبدا يحط ده لو اتطلقت ده هنفقد كذا، ويبدا يحط قدامه لا يبقى نكمل ايه، خصوصا لو في اولاد. طبعا الاولاد دول بقى بيحصل لهم مشكله، لان هم اصلا بيشوفوا الرؤيه الكامله للعلاقه بين الاب والام، لان هم شايفين كل حاجه بتبقى قدامهم عامله ازاي. يبقى احنا بنقول ان شبح التراكمات وعدم تفريغ المشاعر السلبيه او الايجابيه او البوح بيها للطرف التاني هو الـ المشكله الاساسيه في حدوث الطلاق الصامت. صح. طيب هنيجي اول حاجه هنفند الموضوع كده مع بعض، وهنقول تأثير النفسي والسلبي على الزوج بيكون ايه. طيب الزوج ده بشر اكيد، انت عامله حلقتك ضد الرجاله، فاكيد احنا لازم برضو الراجل اللي عمل الطلاق الصامت هو وصل للمرحله دي، يعني الراجل ده عاوز ايه من الست علشان ما يوصلش للمرحله ديت. فهي اتعمل العكس، هو محتاج عاطفه ومحتاج اهتمام ومحتاج نوع من المشاعر يتقدم له. اكيد هو لو لقى الحاجات دي كلها اكيد هو ملقاهاش، فممكن يكون طلبها مره واثنين وثلاثه
ما حساش. ممكن يكون مل. ممكن يكون هو مش لاقي نظافة في البيت، هو مل من ان هو يدخل البيت بتاعه المملكة بتاعته الجميلة، ان هو بيرجع بعد ساعات العمل بتاعته وعايز يدخل يلاقي كل حاجة جميلة، فبيلاقيها كلها غير مرتبة وغير مهندمة. وفي ازواج هم اصلا النمط الشخصية بتاعتهم بيحب يشوف كل حاجة مرتبة، فبيضطر ان هو يروح يقعد عند اهله او ينزل مع اصحابه، فما بيقعدش فترة طويلة في البيت، بيهرب من البيت. فهرب. فبالتالي وقت مع التاني مع التالت، فبدأ يلاقي السكن بتاعه مع ناس أخرى غير السكن الحقيقي بتاعه جوه البيت. فبالتالي الزوج دلوقتي هيحصل له حاجة من الجفاف العاطفي والصمت، مش عايز يتكلم، مش عايز يحل أي مشكلة، فاقد الشغف. ومش بس كده، ده فاقد كمان طموحه وسعيه في الحياة. هو أنا هشتغل ليه؟ هو أنا بعمل ده كله ليه أصلاً؟ فيبدأ بقى فقد الشغف بقى في كل حاجة، مش عايز يروح الشغل، سواء في حياته، هيأثر في كل حاجة، مع الشريك، سواء مع ولاده، سواء مع كل حاجة، هيأثر في كل حاجة في حياته. لأن ال- 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 الدافع بتاعه اللي هي المفروض إن هي الزوجة والأبناء اللي موجودين في البيت، هم كلهم ساكتين، هم شايفين، هم أصلا ما علقوش. هو أنت ما نزلتش الشغل النهاردة ليه؟ ولا ما رحتش ليه يا بابا؟ هو أنت مالك زعلان ليه؟ الواحد بقى في حاله بقى خلاص. بص يا دينا، المشاعر، المشاعر دي أصلا هي وسيلة التعبير بين طرفين. فانا اصلا ما ببينش مشاعري، انا زعلان ولا فرحان، انا بغضب ولا ما فيش اصلا موجود. فبيرجع من بره تلاقي هذا الشخص الصامت الكائن اللي هو بقى ايه، بيتحول الى شخص نكدي. يبدا بقى بعد كده يبدا يعلق على كل صغيره وكبيره، يبدا بقى يعلق. فهي طبعا انا مش متعود على كده، مش متعود على ان انت تعلق، انت جاي تعلق، انت اكيد بقى في حد في حياتك، انت في كذا. فيبدا بقى يقول لك خلاص انا ايه، انا اسكت وخلاص عشان راح دماغي. فيبطل يطلب ولا ايجابي، فيدخل بقى يبقى حاجه اسمها ايه بقى، كل واحد فيهم هينام في اوضه لوكاندا. وطبعا هيبقى مفيش الارتياح النفسي الجسدي بتاعه، لان هو بيروح طبعا، هو الحضن ده وظيفته ايه، السكن ده وظيفته ايه، المتعه، المتعه بتاعه الاحتواء دي وظيفتها فين؟ ما هتأدي في الاخر صف. ان كل ده مش هيبقى موجود. صح. والراجل مننا برضو طفل بيحتاج الى هذا النوع برضو من دايما بيجي عليه وقت بيحس ان هو بيبي في حضن امه اللي هي زوجته بالظبط. وده طبعا في ناس كتير قوي تجهل الموضوع ده، ان ده نقطة اساسية في الارتباط النفسي وارتباط المشاعر بين الزوج والزوجة، ونقطة مهمة جدا في نمو الحب بينهم اللي هو الحضن. صح. فطيب التأثير النفسي بقى على الزوج بعد ما بيحصل الطلاق الصامت بيكون ايه يا دكتور؟ بعد ما بيحصل هو خلاص خد قرار، يعني هما بيقعدوا مع بعض، يتفقوا مع بعض، بيقولوا بصوا بقى احنا ايه نعيش، احنا عايشين عشان الولاد. تمام. وانا وانتي يعني انتي حرة بقى، حصل انعزال تام. طيب انا انتي حرة ايه؟ حرة هتنزلي براحتك بقى وترجعي براحتك وتكلمي اللي انتي عايزاه وتعملي. هتسقط الغيرة ويسقط القيمة الرجولية بتاعتك في ان انت بتسأل عليا انت رايحة فين. ما هي الست برضو ست، تحب برضو ان حد يقولها انتي بتعملي ايه ورايحة فين، شكلها يبقى حلو، رايحة فين، كلتي، شربتي، لبسك حلو، شعرك حلو كده. لا، الغيرة دي هتسقط. هو اصلا هو عايش في عالم تاني، العالم الموازي. أيوه. وهي عايشة في العالم الموازي بتاعها. فتبدأ تدور على سكن تاني، حتى لو قلنا السكن ده سواء كان بطريقة صحيحة او غير صحيحة، بس هي هتدور على حتى صاحبتها اللي هتنزل تقعد معهم. صح. او هتدور على اهلها اللي اخوها او اختها، هتفضل معهم طول النهار. طب والدنيا والبيت هيبقى عامل ازاي؟ فطبعا كل واحد فيهم هيروح في حتة. فبالتالي الراجل بقى ساعتها، ودي مهمة جدا من اركان البيت، لان لو قلنا البيت ده هو عبارة عن ايه، اب وام وابناء. تمام. تمام. يبقى سقط الاب خلاص، هو مش موجود. يبقى الاب ده خلاص دوره مع الابناء، ايه اللي الزوجة هتسقط والابناء برضو خلاص بالتداعيات. طيب التأثير النفسي بقى على الزوجة يكون عامل ازاي؟ الست دايما زي ما قلنا بتحب اللي يقولها الله شكلك حلو، الله شعرك حلو، الميك اب بتاعك حلو، برافو عملتي كذا، برافو تصرفتي في كذا، شكرا ليكي على التربية الكويسة لولادي، شكرا على الاكل الحلو، حاجات بلا بلا بلا. طيب لما كل ده بينتهي، الست بيجي لها جفاف عاطفي زي الراجل، ايه التأثير النفسي بقى اللي جوه اللي كلنا ما بنقراهوش على الست من بره؟ اذا اتسعت الهوى بين ما يظهر على المرأة وما بداخلها، فعرفي ان فيه جوه وحش كبير بيتربى جوه الست. بمعنى يعني لو هي بتظهر للناس عكس حقيقتها، فعرفي ان فيه اضطراب جوه الشخصية بتاعتها خطير جدا. يعني لما تقول انا مرتاحة،
انا تصدقوا انا العيشه دي بالنسبه لي كويسه جدا، ده لا بيقول لي رايح فين ولا جايه منين، مريح دماغي. هي بتقول عكس ما تظهر طبعا. هي من جواها انثى، ده البنوته الصغننه اللي بتبقى مولوده في داخلها انثى، عارفه البنوته الصغيره كده، وهي بتسال وتقف قدام المرايه وتقعد تشوف حلقه وتتمنى ان باباها واخواتها ده ينكشها وده يقول لها، فما بالك بقى ايه انا. لا على فكره مش الزوجه بس، ده لحد امي ربنا يديها الصحه بتحتاج نفس الكلمات ونفس الاحاسيس، ولها انت حلوه ولبسك حلو وشكلك حلو، مهما الست ست من وهي طفله لحد ما تبقى في السن بتاعها. فاكيد لما تفقد الحته دي وتظهر عكس حقيقتها اللي جواها، فاعرفي ان بقى في وحش كبير جواها بدا يظهر ويبدا يدور على ما يشبع هذه الغريزه. هيشبعها منين؟ هتدور على شخص او هتدور على حد يقولها انت حلوه، يقولها كلام حلو. فبقت عرضه في المجتمع لان هي تبدا فريسه سهله. فطبعا الرجاله هنا بقى بتبقى تدخل بقى الرجاله بقى اللي بتصطاد، بتدخل في الحته او الجانب النفسي بتاع المراه، بتاع هي محتاجه ايه في الدنيا، محتاجه تسمع كلمه حلوه، محتاجه تتغازل بطريقه بالزبط. معينه، محتاجه تخرج، محتاجه حد يهتم بيها، اكلتي شربتي نمتي قمتي. فما بيعرف ان عندها خلل في الحته دي بيدخل يلعب عليها، وده من ضمن اشباه الرجال اللي احنا بنتكلم اللي عنه. بيبدا بقى يوصل للست في الجزئيه دي ويبدا يرمي الشبك بتاعه ويرمي الاساليب والبتاع. فانت يعني احنا شوفي المساله كلها كل شويه ايه اللي بيحصلها، بتزداد تعقيدا، واحنا لما بنزود المساله تعقيدا عشان نحل المشكله هتبدا تاخد ايه، تاخد برضو إيه؟ منحنى تاني ومحتاجه محتاجه. فاحنا مش عايزين نوصل ليه بنقول الموضوع ده، لان في فعلا نسبه كبيره جدا من الازواج، انا لما باجي اتكلم مع اي حد يقول لك نسبه الطلاق عاليه، طب بيقول لك والباقي بيفكر، طب والباقي ما خدش الخطوه ليه؟ يقول لك لا اصل قاعد عشان العيال وعشان المجتمع وعشان الكلام ده. يعني معنى ذلك ان في جوه البيوت طلاق صامت، ولو جيت نكشت كده اي حد في موضوع الطلاق الصامت ده هتلاقي فيه النسبه، وهتلاقي النسبه كمان مخيفه جوه البيوت المصريه. طيب الطلاق الصامت هما بيدعوا ان هو لمصلحه الاولاد، بس هو في الحقيقه بيربي جيل مهزوز، جيل متربي على قيم الصمت بين الاب والام، لغه الحوار مش موجوده، انفصال كل منهم الابناء بيقروه، فبيأثر على نفسيتهم وبيبقوا نشأة غير سواء. تأثير النفسي للابناء من خلال الطلاق الصامت بيكون ازاي؟ ولادنا وبناتنا عندهم فروق فرديه كتير جدا. يعني لو جيتي بصيتي لولادنا كده اللي موجودين هتلاقيهم انماط شخصيه مختلفه. فيهم اطفال فعلا حقيقه يحتاجوا الى الحنان والحضن والامان والاحتواء، ودايما بيدور عليها ويبحث عنها، ولو ما اشبعهاش في اول 7 سنين من حياته او اول 14 سنه تحديدا هيفضل يعاني طول عمره من هذه المشكله، محتاج بيعاني منها. فانت متخيله ان ابني انا بدخل البيت هو بابا في حته وماما في مكان تاني، وهو شايف بالذات البنت، هو شايف المشاعر. يعني البنات بتشوف باباها وهي داخله كده تجري عليه وتجيب له وتفتح له الباب وتحضنه، تخيلي ده كله مش هيبقى موجود. انت بتعمل ايه؟ يعني حتى يقول لك ايه، لا انا هتابع ايه، هتابع ده البنات بتحتاج التفاصيل. انا كراجل انا ما خدتش بالي غير لما درست حقيقه ان المراه بتحتاج ان انت تهتمي بتفاصيل التفاصيل اللي وممكن تنكد عليها حياتها كلها. يعني ممكن ادخل عليها لو بنتي مثلا حاطه مونوكير بطريقه معينه وانا ما خدتش بالي من الموضوع ده بالنسبه لها انت عملت جريمه، فما بالك بقى بالامور الاخرى، الامور الاخرى اللي هي النفسيه. فانا دلوقتي لو ما اشبعتش هذه المشاعر صح، فانا بربي وحش جوه بيتي برضو من الابناء، وحوش بقى هيقف قدامي في يوم من الايام هيقولوا انت ما كنتش بتحبني، ايوه انت عملت لي ايه، انت عملت لي ايه، كذا. انا ما بحبكش غلط، انا ما بحبكش. خلي بالك لو طفل وقف قدام ابوه، ودي نركز فيها جدا، دي كارثة، وقال له انا ما بحبكش او انت ما عملتليش او انت ما قدمتليش. على فكره الولاد عندهم رؤيه واضحه جدا وشايفين ايه اللي بيحصل لو انت قعدت تقنعه للصبح، لا يا حبيبي ده انا عملت لك، لا بقى خالص. جيل متفتح وجيل خالص. السوشيال ميديا وجيل متطلع، هو شايف انت يوميا بتعمل ايه، وبتدي الحضن بطريقه كذا، وبتدي له الماديات بتاعته بطريقه كذا. وعلى فكره هم بيفكروا، هم عارفين اضرب حال ابوهم،
حتى لو حاله قد كده، لو انا جبت له حاجه لو جبت له حتى لبانه صغيره هيفرح كده او بيها جبت له شوكولاته صح. صغيره كده هفرح، ولو ما جبتلوش بس حضنته هو برضو عنده دي بالدنيا كلها وجود الاب اكتفاء. في الاكتفاء. فده كله انت بتعمل فيه ايه؟ انت بتربي زي ما انت قلت كده وحوش جوه البيت هتقف لك في يوم من الايام هتاكلك انت اول. تعالى بقى لما نيجي بقى نعالج بقى يا دينا، يعني احنا لما نيجي بقى نعالج بقى حاله زي دي هنبدا بمين؟ بالولاد ولا بالاب ولا ولا بالاب بالام؟ ولا بالام صح. ولا بالمجتمع؟ فاعتقد ان انت كده يعني عندك مشكله ولازم تحط ايدك على المشكله ولازم بقى تاخد خطوه بقى وتتحرك بقى، ما تسيبش الامور كده لحد انت القبطان يا راجل، انت صح. القبطان وانت اللي سايق، ما تسيبش المركب تغرق قدامك. لا ده اصل هي اكيد عناديه، اصل هي عصبيه، ايا اصل هي كان اصل لازم هي، انت الليدر في البيت. خد اكشن صح. واقعد معاها وقعدها وابدا كده اتكلم معاها وخد خطوات ايجابيه علشان تقدر تحل المشكله بتاعتك، لان هي فعلا مشكله وانت اللي هتتحمل النتائج بتاعتها للاسف اول في واحد. الاخر. طيب الاثنين وصلوا لمرحله مفيش تفاهم، خلاص مش قادرين يكملوا، قرروا يعملوا الزواج الصامت لمصلحه الابناء. تمام. عايزين نقول شروط الطلاق الصامت الايجابي الصحي يكون عامل ازاي عشان ينعكس على الابناء بغض النظر عن الام او الاب، هم قرروا ايه دي حريتهم الشخصيه. الابناء بقى يبقى ايجابي ازاي لناحيه الابناء، نعمل ايه؟ خليني احط كده ايه نقطه هي لسه جايه في بالي حالا. اتفضل. لو انا دايما دايما الصادق موفق يا دين، طبعا لو انا عندي صدق في ان انا مع عايز نفسي اصلح ربنا هيوفقني لان ان انا انا اوصل. اصلح، وانت لو عندك فعلا صدق ان انت عايزه تصلحي ربنا انت، هيوفقني للصلح. فاحنا اول حاجه ما تيجي نقعد قعده صدق لعل وعسى، كل واحد فينا يعني يطلع اللي جواه بصراحه. نقعد كده مع بعض، انا حبيبتي عاوز كذا، انا حبيبي عاوز كذا، صح. ليه لا ما نقعد مع بعض إيه؟ الاخطاء نقول يا جماعه ما في مليون اخطاء، ما يعني ده صح. ده ده من اول الخليقه لحد النهارده صح. الاخطاء وارده، فانا لو اكيد اخطات وانت اخطات طالما الاخطاء دي احنا نقدر نتخطاها ونعديها ونقدر نبوح لبعض بان احنا نقولها ونسامح بعض، ليه لا؟ يكون في فرصة ان احنا نبدأ حاجة جديدة مع طيب بعض احنا مش لصالحنا ومصلحة ولادنا، مش لصالح ولادنا بس. مش عارفين مش خلاص عارفين وصلنا مش للطريق عارفين المسدود بعد بقى كل انا قافل وهي المفاوضة. قافله ومفيش مفاوضات والكلام ده، تمام. لا ابدأ بقى اتعامل، شوف بقى شرع ربنا بيقول لك ايه، عاشرهن مودة ورحمة. بالمعروف معاملة بالمعروف تمام وسرحوهن بإحسان. يعني صح. ليه دايما بننسى ايه يا ده يا ده، يعني يا معروف يا إحسان، نقعد مع بعض بالمعروف. طب المعروف دوت عبارة عن ايه؟ المعروف ان انا الاكل والشرب والماديات والمعنويات والمدارس والحاجات دي كلها انت لازم تشبعها، واجباتي اللي المفروض عليا اشبعها اللي صح. ربنا وصاني على بيها. فكرة الزوجة ناصحة قوي لما تشوف زوجها حتى لو في مليون عيب ووصلوا لمرحلة الطلاق الصامت بس بيقوم بالواجبات وبيشبع رغبات ولاده بتبدأ غصب وبيحبهم عنها بتبدأ تنزل بقى، تحن، هتبدأ ايه تنزل يوم شوية، مع التاني مع التالت انت بتبدأ تحل. يا اخي اعمل اللي انت عليك، بتبني بذرة جديدة انت ما تعملها شيء تسقيها صح، ما تجيب لها شيء طالما انت يعني اعمل مبدأ ياكل لولادك صح، انت وانت بتعمل كده هتلاقي طالما انت عملت ده لصالح الولاد كمل فيه لصالح الولاد. هترجع من البيت هتلاقيها عامله لهم اكل حلو، هتلاقي وهتاكل انت من نفس الاكل، هتبدا بالظبط. انت كمان ايه اللي يحصل لك؟ او فين المشكله ان انت تنام معاها في نفس الاوضه؟ يعني ليه تنام بالظبط. في اوضه وهي في اوضه تخلي الولاد يلاحظوا؟ ليه لما تيجي تسالك على حاجه ترد عليها بنفور وبعصبيه وبقرف تخلي الولد يلاحظ ان دي طريقه التعامل بينك وبين امه؟ يبقى لا، لازم نتعامل بموده وبرحمه حتى لو ما بنحبش بعض، حتى لو مش فاهمين بعض، لصالح اولادنا، نكمل على الدين، على اللي الدين قاله لنا. صح كده. الزوجه تعمل واجباتها والزوج يعمل واجباته، هيصب في الاخر لمصلحه الاولاد وهيبقى جيل سوي. سوي. ده رايي. لازم نرجع كل حاجه للاصول بتاعتها، احنا صح. لنا دين ولنا شرع ولنا مجتمع ولنا عرف ولنا تقاليد، بالظبط. رجعوا الحاجات دي كلها للاصل بتاعها، بالظبط. مش انا اللي هحل حياتي، انا عمري انا كراجل لما نيجي نقعد قعده عرفيه كده ونحل مشكله بيننا وبين بعض ما نجيب طرف ثالث، صح. ما نجيب دكتور يقعد يحل المشكله بتاعتنا، هاتوا اطراف اخرى نلجأ تفكر لدكاتره معانا العلاقات الاسريه. ايه مش المشكله؟ عيب ومش غلط، مش والله مش عيب، وعلى لا فكره خالص بيفكروا صح وبيحطوا لنا رولز نمشي عليهم، طبعا. وهو مش هيجبرك ولا هيجبرك، بس بالظبط. هيفتح دماغك ان يعني انت تحل المشكله حاجات بتاعتك، تكون مغيبه عنك، بس سرعوا شويه يا جماعه، يعني ما تسيبوش، لان كل ما تسيبوش المركب تغرق، لو غرقت اول ما تميل نلحقها، ما بالظبط نستناش اما هنعرف تغرق. نلحقها والله. صح. شرفت بيك يا دكتور ابراهيم، وبجد كان لقاء مثمر جدا. في نهايه حلقتنا رساله لكل اب ولكل ام، كل واحد منكم ليه رساله لابنائه. الطلاق الصامت
بعد ما بنوصل لمرحلة الطريق المسدود أو كل واحد فينا ما بيبقاش قادر يتفاهم مع التاني، بيحصل انفصال جزئي أو انفصال كلي، وبيبقى الست بتتنازل عن حقوقها في الزوج عشان مصلحة الأولاد، والزوج بيتعامل مع البيت كأنه لوكندا أو فندق، بتضيع المودة وبتضيع الرحمة وبتضيع السكن وبيضيع مفهوم الزواج اللي هو الرئيسي اللي كلنا اتربينا عليه وكبرنا عليه. بنربي جيل مشوه، جيل بيشوف الأب صامت والأم صامتة، مفيش لغة حوار بينهم، مفيش مودة، مفيش رحمة، بتكبر دي فكرتهم عن الجواز. بيبدأوا هم كمان في الكبر يبنوا أجيال ما تعرفش حاجة عن الجواز، ما تعرفش حاجة عن المودة ولا الرحمة ولا السكن. كل واحد فينا ليه دور، وكل واحد ليه رسالة زي ما دايما بنقوله في برنامجنا. الأب والأم لو قررتوا توصلوا لمرحلة الطلاق الصامت، ياريت يبقى طلاق مثمر ويبقى طلاق لمصلحة الأولاد فعلا وليس قولا، لأن دايما بنقول لمصلحة الأولاد بس هو في العكس بيبقى عكس مصلحة الأولاد وبيربي جيل مشوه. زي ما بنقول احنا بنربي أجيال وبنزرع فيهم الخير عشان يكملوا مسيرة احنا ما كملناهاش، او عشان نشوف فيهم حاجات كان نفسنا نشوفها في نفسنا. فياريت نزرع دايما في ابنائنا العمل الصالح والمودة والرحمة والحنان. جملة اتقالت واثرت فينا كلنا، احنا ما اتحضناش كفاية واحنا صغيرين، فلما بنكبر في العمر بعد اول 7 سنين زي ما دكتور ابراهيم قال بيبقى عندنا تعطش وعندنا احتياج للحضن والحنان، فبنترمي في البنت او الولد بيترموا في اول حضن بيحسوا معاه في الحنان وبيبقوا فاكرين ان هو ده الحب، بتبقى العلاقه خاطئه. وتحيه لكل اب وكل ام ادى رسالته وادى دوره عشان يربي لنا جيل ناضج، يربي لنا جيل صحي، جيل فعلا فاهم الموده والرحمه. استنونا ودايما رايكم بيكمل راينا في ضد الرجاله ولكن